الحربيين. والد الشهيد محمد وهبه، الاستاذ عادل وهبه، اللواء طيار مقاتل عادل وهبه. سياده اللواء، البقيه في حياه حضرتك وربنا يصبرك. ربنا يخليك يا باشا. والله انا لسه بقول حاله محمد وهبه يا جماعه لازم يعني يتم تدريسها واخضاعها للتحليل النفسي والوجداني لشخصيه شهيد بيستعد لاستقبال وعناق لحظه الاستشهاد بهذا الشكل، سواء فيما كتبه قبل ساعة ونص تقريبا من استشهاده أو استخدامه لسلاح الفن والغنى بهذا الشكل في مواجهة الإرهاب والكراهية أيضا. تفضل. والله يا وائل بيه، احنا أساسا أسرة فيها 2 تيارين مقاتلات، أنا وخاله الوقت هشام حبيش، واحنا في مدرسة القوات الجوية اتعلمنا ان احنا نفضل رجالة من على الارض لغاية لما نطلع وننزل، وانا ربيت الشعور ده في اولادي كلهم عشان يعلم الله وانا صادق حب البلدي. ربنا سبحانه وتعالى مطلع، انا على استعداد اشهد الله تعالى كل اولادي لوجه الله تعالى، احطهم قدامي وانا وراهم عشان ادفعهم لوجه الله للدفاع عن البلد اللي انا بعشق ترابها، ويشهد ربي ان انا صادق. وسعادتك لو سالت عني في القوات الجويه يعني انت مش هيقول لك ان عادل وهبه ما بيكذبش. مش محتاج تاكد هذا الكلام، لانه يعني الذي يقدم شهيدا بالاضافه هو يعني مقاتل من قبل، يعني مش محتاج حضرتك تاكد ده. بس حضرتك قول لي مع حالة محمد وهبة تحديدا، كمان محمد واضح هو بيحب الأغاني وبيحب الفن وكلها كمان بيستخدمها في مواجهة الإرهاب ومواجهة الفتنة الطائفية، يعني كنت حابب فيه ده؟ والله يا وائل بيه، زي ما مامته مشكورة تفضلت وقالت إن إحنا أنا اشتريت الأورج وهو عنده من 5 ل 6 سنين زي ما والدته قالت، لان انا اكتشفت ان هو ما شاء الله كان موهوب جدا سماعي في لعب الاورج، زائد انتمائه في البيت معايا، وربيت فيه حب الدفاع عن اهل منطقته والسعي لقضاء مصالحهم، فده شافه بعينه في منطقتي اللي احنا اتربينا فيها، ومحمد رحمه الله عليه كان معايا شاف ده بعينيه سعادتك، وما زلت مؤصر انا جاهز لوجه الله تعالى لغايه لما يتوفاني ربنا عز وجل ادافع عن بلدي انا واولادي كلهم، والله على ما اقول شهيد، لان حضرتك سمه كاريزما في شخصيتنا كلنا انا واولادي، الفايتر دي كاريزما موجودة، وسعادتك لو سألت عني في المنطقة هيقول لك إن أنا لوجه الله بدافع عن مصالح الضعفاء ضد أي مستغل، ومن فضل الله تعالى بحاول أكون وجهة مشرفة للعسكريين، إن أنا بنتمي ويشرفني إن أنا بنتمي للمدرسة المحترمة اللي هي أفضل منظومة موجودة في مصر مع احترامي لكل المنظومات المختلفة، لأن هي علمتني حاجات أنا لن أتخلى عنها، والحمد لله مربيها في أولادي، بدليل سعادتك سمعت كريم ابني الكبير بيتكلم بنفس الحماس، حتى عندي ابني سيف الله سعادتك عنده 7 سنين، أقسم لك بالله لو تحاورت معاه هتلاقي ما شاء الله فايتر صغير بيتكلم بحب لبلده وبغيرة على بلده وأهل منطقته سعادتك، وأنا ربيت فيهم الصفة دي عشان بلدنا محتاجة رجالة، وانا نفسي اموت بامر الله تعالى، واتمنى اكون شهيد زي ابني محمد، واسيب لبلدي اللي صاحبه فضل عليا وعلى اولادي رجاله، لان مصر محتاجانا كلنا نكون رجاله يا وائل بيه. طبعا انا بشكرك، اسره نموذج للحاله التي يجب ان تسود وتنتشر. يعني الارهاب يؤدي إلى حالة التماسك والقوة بهذا الشكل، شهيد من نوع خاص، كل الشهداء هتلاقيهم
لو شفت الساعات القليلة قبل استشهادهم وكأنهم يستقبلون هذه اللحظة، وكأنهم كانوا يشعرون بها، وكأنهم ينتظرونها. بس ربما محمد وهبة الحالة كانت أكثر وضوحا، كلمات كتبها قبل ساعة ونص تعبر عن حالة عناق لحظة الاستشهاد، أغاني بيغنيها، كلمات بيكتبها، موسيقى بيعملها، كلها لمواجهة الجماعات الإرهابية، مش شايل سلاحه بس يعني قال لا أنا هستخدم كمان لغة الفن والموسيقى والغناء. الشهيد أيمن حاتم أيضا، نشوف جنازة الشهيد أيمن حاتم الذي استشهد في هذه العملية الإرهابية. ميلان سلاح يا بسام خلاص